السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم قناة سوبر وان التعليمية. بونسواغ اتوس، بونسواغ اتوس، بونسواغ، بونسواغ اتوس. مرحبا أو مساء الخير للجميع. بونسواغ نقولها في المساء، صباحا نقول بونجور، بونجور، بون، بونجور، بونجور أتوس، صباح الخير للجميع. هذه الكلمات نكررها باستمرار، صباحا نقول بونجور، مساء نقول بونسواغ، بونسوار. درسنا في الحصة الماضية في الحروف الأبجدية للاتر ألفابي، درسنا قلنا على شكل مقاطع صوتية، درسنا سبع حروف A B C D E F G. نعيدها بسرعة: A B C D E F G. A B C D E F G. اليوم سندرس المقطع الثاني A B C D E F G H I J K L M N H A H E G K L M N O. نعيد: A B C D E F G H I J K L M N A B C D E F G H I J K L M N O. O سنتركها للحصة الماضية في المقطع الصوتي الثاني. إذا الآن نتمرن على الكتابة. الآن ننتقل إلى الكتابة. قلنا هذه الكتابة نراها كبيرة وهنا صغيرة، إذن أش كبيرة وأش صغيرة. قلنا الكبيرة تسمى أش ماجسكول، نضخم الأم هكذا باش الأطفال يفهموا مليح. هذا النطق غير صحيح لأنه تسمى ماجسكول ومينسكول، لكن نفهم الأطفال بهذه اللغة أنه كبيرة تسمى ماجسكول، صغيرة تسمى مينسكول، بهذا التلميح هكذا باش الدراري يفهموا أكثر. ومن بعد وقت معين مثل 15 يوم ولا 20 يوم نعود ونرجعهم النطق الصحيح. إذا قلنا أش ماجسكول، أش مينسكول. هذه الكتابة هي للاتر أون سكريبت، أون سكريبت معناها كتابة حروف غير مترابطة مثل الكتب والصحف، نتلقاو هذا النوع من الكتابة. لكن في الكتابة اليد نديرو حروف مترابطة، إذن نكتب الأش، نكتب الأش كورسيف. إذا قلنا السطر الأول بخوميير لين، دوزيام لين، تخوازيام لين. دائما وأغلب الحروف تكتب من الخط الثالث،
معناه من طروزيام لين، إذن يكتب بهذا الشكل. H H majuscule cursif H majuscule cursif. نعيد مرة أخرى. بهذا الشكل H majuscule cursif. أنتم أعيد كتابة هذه الحروف في البيت لعدة مرات، 10 مرات، 20 مرات، 30 مرة، كل طفل حسب درجة الاستيعاب تاعه. الآن قلنا H minuscule H minuscule script. الآن نكتبه H minuscule cursif، يكتب بهذا الشكل من السطر الثاني نسحط إلى السطر الثالث. H سهلة هكذا. H H minuscule cursif H minuscule cursif. ننتقل الآن إلى الحرف الموالي هو I، مثل اللغة العربية ألف بالهمزة من الأسفل. I I I majuscule script، نكتبه الآن I majuscule cursif. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. I سهلة جدا. اي اي ماجيسكول كورسيف. اي إذن هذه اي ماجيسكول كورسيف. هذه اي مينيسكول سكريبت، نكتبها كورسيف هكذا مترابطة. اي مترابطة. اي مثل حرف النون مقلوبة، حرف النون مقلوبة. اي اي فو. ننتقل الآن إلى حرف جي. جي هناك حرف جي وهناك حرف جي، تقريبا نفس النطق، سأوضح هذا في فيديو لاحق إن شاء الله. الآن قلنا جي ماجيسكول سكريبت، نكتبه كيرسيف بهذا الشكل. بروميير لين، دوزيام لين، تخوازيام لين. دائما قلنا أغلبية الحروف من تروازيام لين بهذا الشكل، مثل حرف الإي لكن ننزل إلى أسفل بسطرين هكذا. جي جي ماجيسكول كيرسيف، معناها بحروف مترابطة. من الدرس القادم إن شاء الله سندخل بكلمات وأوظف كلمات فيها حروف درسناها وكيف تكتب حروف مترابطة. جي ماجيسكول كورسيف. الآن جي جي مينيسكول جي مينيسكول سكريبت، نكتبه كورسيف مثل حرف الإي لكن ننزل إلى أسفل. مثل حرف الإي لكن ننزل إلى الأسفل. جي جي مينيسكول كيرسيف جي مينيسكول كيرسيف. الآن ننتقل إلى الحرف الموالي هو حرف كا. كا كا ماجيسكول سكريبت، نكتبه كيرسيف بهذا الشكل من تخوازيام لين وننزل إلى أسفل، مثل حرف إي بهذا الشكل. كا مينيس كا ماجيسكول كيرسيف بهذا الشكل. نعيد كا ماجيسكول كيرسيف كا ماجيسكول كيرسيف. هذا الصغير يسمى كا مينيسكول سكريبت، نكتبه كيرسيف بهذا الشكل. كا
هكا مينوسكول كورسيف. عيد ك ك ك مينوسكول كورسيف. الآن ننتقل للحرف الموالي هو حرف ال. ال ماجيسكول سكريبت. ال ماجيسكول سكريبت نكتبه ماجيسكول كورسيف بهذا الشكل. من السطر الثالث ننزل إلى أسفل على شكل حلقة علوية حلقة سفلية والسطر الأول. نعيد مرة أخرى. تخوازيام لين نصف دائرة حلقة ننزل إلى أسفل حلقة أخرى. ال ال ماجيسكول كورسيف. ال ماجيسكول كورسيف. الآن ال خط فقط يتكتب سكريبت بهذا الشكل. ال ال مينوسكول كورسيف. ال مينوسكول كورسيف معناها ال مترابط مع حروف أخرى معناه بخط اليد وكتابة اليد. ال مينوسكول كورسيف. الآن ننتقل إلى حرف آخر هو أم. أم أم ماجيسكول سكريبت نكتبه كورسيف بهذا الشكل. من السطر الأول ننزل إلى أسفل ثم إلى السطر الثالث ننزل مجددا إلى السطر. نعيد ونصعد إلى السطر الثالث ثم ننزل مجددا. أم أم ماجيسكول كورسيف. نعيد. مرة أخرى. الآن أم صغير معناها أم كيف يسمى مينوسكول سكريبت نكتبه مينوسكول كورسيف بهذا الشكل. أم أم تقريبا مثل حرف السين مقلوب. الآن حرف الأن. أن ماجيسكول كورسيف نكتبه سكريبت نكتبه كورسيف بهذا الشكل مثل حرف الام لكن لا نهبط لا ننزل مجددا. نلاحظ من السطر الاول ننزل لأسفل الى السطر الثالث ننزل ثم نصعد مجددا وننتهي. ان ماجيسكول كورسيف. الان ان مينيسكول سكريبت نكتبه كورسيف بهذا الشكل. ان مينوسكول كورسيف. ان مينوسكول كورسيف. اعيد كتابة هذه الحروف عدة مرات هكذا باش تشفاو عليها. فهم الان نعيد مجددا. اش اي جي كا ال ام ان. قلنا المقطع الاول A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. حفظوهم هادو. A, B, C, D, E, F, G. هادو المقطع الأول. المقطع الثاني H, I, J, K, L, M, N. فهم؟ حفظوهم وكتبوهم كل حرف كتبوه من 10 إلى 15 مرة. وأكيد في كل فيديو سنعيد الحروف التي درسناها كاملة هكذا باش التكرار. التلميذ لازم له التكرار 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 ما توقفوش على التكرار لأن هو الحل الوحيد لاستجابة التلميذ ولا باش يشفى التلميذ. الآن نقول لكم باللي كملنا الحروف انتظرونا في فيديوهات لاحقة. واش نقولوا؟ نقولوا إلى اللقاء بالفرنسية نقولوا au revoir. Au revoir نكتب بهذا الشكل A majuscule. A majuscule لأنه في بداية الكلام نكتبه majuscule ثم U R R
minuscule cursif E V O I R. Au revoir. أعيدها مجددا. Au revoir. وش معنى au revoir؟ معناه إلى اللقاء. إلى اللقاء. Au revoir. إلى هنا يكون خلص معنا الفيديو تاعنا لهذا اليوم. ذكروا تعلمنا اليوم بونجور بونسوار او غوار فهم. إلى هنا يكون خلص معنا الفيديو تاعنا لنهار اليوم. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.